وأكد الوزير عيسى مراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أي إجراء إسرائيلي بخصوص روابط الأسرى لا يمكن له أن يؤثر بأي شكل على استمرار السلطة بواجبها تجاه الأسرى في السجون الإسرائيلية، فيما طالب أهالي الأسرى أن العالم أجمع بالخروج عن صمته المطبق تجاه قضية الأسرى. ردود فعل فلسطينية غاضبة من مختلف المستويات القيادية والحكومية والشعبية على ما أقدمت عليه اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل من مصادقتها على مشروع قانون اقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة كرواتب للأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، وسط تأكيد فلسطيني أن كل هذه الإجراءات لا يمكن لها أن تجبر السلطة التخلي عن أسراها. سنستمر في إعانة عائلات الأسرى والشهداء والجرحى ضحايا الاحتلال، وسبب وجود أسرى بالسجون هو وجود الاحتلال. الجانب الآخر هو أننا نرفض ما تريده إسرائيل من وراء هذه العملية، وهو وصم أسرانا بالإرهابيين، وبالتالي وصم كل نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب. نرفض ذلك قطعيا. هؤلاء أسرى حرية ومقاتلين شرعيين، وإسرائيل هي دولة الإرهاب في المنطقة ما دامت تحتل شعبا آخر. المؤسسات المعنية بالأسرى وشخصيات سياسية واعتبارية نظمت اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر كرد على كل ما يمس الأسرى والمطالبة بأن يكون هناك تدخل فعلي لمواجهة كل تلك الإجراءات التي تمس بهؤلاء الأسرى، خاصة قضية رواتبهم التي تمس بشكل مباشر بعائلاتهم. يعني أولا، هذا المال الذي تنوي إسرائيل سرقته هو مال فلسطيني، هو ليس مال خاص بالأسرى، هي ضرائب فلسطينية بموجب اتفاق تجبيها إسرائيل، وتأخذ نصيبها بموجب الاتفاق من هذا المال الفلسطيني، وبالتالي هي سرقة مال فلسطيني وليس مال أسرى. أهالي الأسرى الذين يؤكدون أن مسألة اقتطاع رواتب أبنائهم على خطورتها لا يمكن أن تكون بالنسبة لهم أهم من حرية أبنائهم الذين يجب أن تكون حريتهم بأقرب وقت، كما تؤكد عائلات الأسرى التي تحرص أن تشارك في كل الفعاليات التي تنظم نصرة للأسرى وقضيتهم. ما بهمنا لو قطع معاشات الأسرى، أصلا بزيدنا عنفوان وقوة وجبروت وعناد أكثر وأكثر. المال ما بهمنا، بهمنا أولادنا، بهمنا قوتهم شجاعتهم في تصديهم للاحتلال. صمودهم في السجون سنوات هذا أكبر كسرة وصعقة لإسرائيل. رسالة وصرخة واضحة وكبيرة أبرقها أهالي الأسرى والمعتصمون في مقر الصليب الأحمر الدولي للعالم أجمع بأنه عليه أن يتحرر من القيود التي قيد نفسه بها والانتصار للأسرى وقضيتهم. محمد الصنوري، CGTN العربية، من مقر الصليب الأحمر في البيري.